نعمة الأمن التي بها هذا المهتدي يؤدي العبادات، وبها هذا المهتدي تحفظ نفسه ودمه ويصان، وهذا المهتدي يحفظ عرضه، وهذا المهتدي يحفظ ماله. فنعمة الأمن نعمة عظيمة، ولذلك الله عز وجل أخبر عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام رافع قواعد البيت، عندما جاء بذريته ذلك الرضيع إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر عليها السلام، عندما أسكنهم هذا الوادي غير ذي الزرع لجأ إلى ربه عز وجل بذاك الدعاء العظيم الذي صدره في طلبه بأن يجعل هذا البلد آمنا، فقال كما ذكر الله في القرآن: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، وقال: ربنا واجعل هذا البلد آمنا. فهذه الدعوة من هذا النبي الكريم، قضية أمن البلد وأن يحيا الناس فيه آمنين، فهي نعمة عظمى، ولذلك الله جل جلاله يمتن على قريش سكان هذه البلدة بهذه النعمة، فقال الله عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وأقسم عز وجل على هذا الجانب القدري فقال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والأمن القدري في هذا البلد عظيم، منه أن الله عز وجل أمن هذا البلد من أعظم فتنة تمر على الدنيا في دين الناس، وهي فتنة المسيح الدجال فلا يدخلها، وأمن هذا البلد وأهله أن يتحول بعد فتحه إلى بلد كفر، فقال: لا هجرة بعد الفتح، بمعنى لن يعود هذا البلد بلد كفر أبدا. وأمن هذا البلد من أعظم فتنة ومن أعظم وباء على صحة الناس، وهو الطاعون، فالطاعون لا يدخل مكة ولا ينتشر فيها. وأمن هذا البلد من أن يعود أهله كفاراً كما كانوا قبل الإسلام، وهذا أمن، لأن قضية الأمن عظيمة، فهذا أمن قدري. وأما الأمن الشرعي فإنما جاءت شريعة الله عز وجل لتحقق للناس هذا الأمن، وتحفظ عليهم دينهم، وتحفظ عليهم أموالهم وأنفسهم وعقولهم وأعراضهم، وهذه ضروريات جاءت شريعة الله عز وجل لحفظها، والطريق في ذلك بتلك الأحكام الشرعية التي أنزلها الله وبها يتحقق الحفظ، ثم أيضاً بتلك المسؤولية المناطة التي أناطها الله عز وجل بالناس، والتي منها مسؤولية الأب على أولاده والزوج على زوجته وأهل بيته، وهكذا إلى أن يكون الحاكم والسلطان أيضاً ممن يتحمل هذه المسؤولية. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.